ده بقى تجربة أبيجيل، تجربة ايه أخرى تجربة ابيجيل؟ مختلفة. الكلام دايما بيكون على المنطقة 51، إنها من الأماكن الأكثر رعبا حول العالم، وده حقيقي. أبيجيل هي من ضمن التجارب اللي حصلت بعد تجربة فيلادلفيا بسنتين. فتاة جميلة والدها بيعمل داخل دي المنطقة، الفتاة. المفروض إن هي كانت بتعمل، والدها كان بيعمل داخل منطقة 51، وكانوا بيدوروا بقى على اللي حضرتك قلت عليه قبل كده، وهو إكساب الجنس البشري أو بعض الأشخاص إمكانيات خارقة. وكان من ضمن المتطوعين ابنة هذا الرجل الذي يعمل في المنطقة 51 اللي عليها الإشارة الحمراء اللي احنا شايفينها دلوقتي دي. وتمت التجربة عليها، وكانت البنت متحمسة جدا جدا عشان تكون من أول الناس اللي بيخضعوا لهذه التجارب، لأنها افتكرت إن هي تكتسب إمكانيات بقى زي التخاطر والاستبصار. ولكن الموضوع تم بشكل غير متوقع، لان بشكل غريب البنت ابتدى طولها يختلف عن الطول الطبيعي. وانا مش عايز الناس تعتقد ان ده تخيلات، ولكنها تجارب علميه حقيقيه ومثبته. يعني اللي هيبحث هيلاقي تجربه ابيجيل موجوده فعليا بكل الوثائق الخاصه بيها. البنت ملامحها ابتدت تتغير بعد شويه، دي صوره ليها قبل ما تخضع لهذا العدد من التجارب المفروض يعني. ودي صورتها بعد 3 شهور من اجراء التجارب. ابتدت تتحول من كائن بشري الى مسخ مختلف تماما عن الحاجات اللي احنا كنا ممكن نحكي. انا ملاحظ ان رجليها طولت. بالظبط، هي فعلا طولها يقال ان هو وصل الى 3 امتار. ياه، حاجة صعب جدا انها تتصدق، ولكن هي واقعة مثبتة وحقيقية. ابيجيل تيلر حاولوا ان هم يعدلوها جينيا عشان تصبح عندها امكانيات خارقة، ولكن الموضوع خرج بالنسبة لهم عن نطاق السيطرة تماما، علشان تتحول الى وحش حقيقي. طبعا هم حاولوا ان هم يسيطروا عليها، وبعد فترة والدها قبل ما يتوفى كتب وصيته قال لهم من فضلكم محدش يقتلها. يعني خلاص احتفظوا بيها عندكم. المفروض ان دي صورة تانية برضو داخل الغرفة الخاصة بأبيجيل بعد اخضاعها لعدد من التجارب اللي للأسف الشديد شوهتها على المستوى النفسي وعلى كل حاجة. ويقال أن هذا الشكل هو الشكل الأقرب الذي شوهد ليها قبل أن تقتل 2 من العاملين داخل منطقة 51 وتهرب. ودي بالظبط يقال أن ده الشكل الأقرب اللي وصلت ليه. بس ده تخيل، مش ده الشكل اللي رسموه بناء على الناس اللي قالت شكلها كان عامل إزاي قبل ما تهرب. طبعا شكل غريب جدا، وهو طبعا حاجة لا يعني هو اقرب يعني تحولت الى وحش تقريبا يعني. بالظبط، هم خلقوا وحش. ولازم هنا اؤكد حاجه، ان بالفعل هناك تجارب لتخليق وحوش تستخدم في الحروب وتستخدم في الحياه العاديه. والوحوش دي مش شرط تبقى كائنات هائله الحجم. هو ممكن يكون وحش بعقله وبامكانياته العقليه المتطوره. ابيجيل المفروض ان هي بعد فتره قتلت 2 من العاملين داخل منطقه 51 وهربت منها. ويقال ان لحد سنوات قريبه جدا كانوا بيسمعوا صرخاتها وبيسمعوا ضحكاتها داخل المكان نفسه، ولم يتم العثور على ابيجيل حتى اللحظه اللي احنا موجودين فيها، علشان نشوف الوجه المؤسف للتقدم العلمي والابحاث من خلال تجربه زي هذه، تجربه ابيجيل. للاشتراك زوروا موقعنا alphatv.com او اتصل على الارقام التاليه. ألفا، قنوات الأسرة العربية.